بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. احنا سعداء جدا اليوم باستضافة أيقونة من أيقونات الوطن، معروف للجميع وغني عن التعريف، ولكن لابد من إعطاء إيجاز ولو بسيط ربما لا يفي حقه سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة. بحب أنوه بداية أن المعلومة تمررت لي أنه محاضرة ساعات سوف تنقل مباشرة على أثير إذاعة طلال أبو غزالة للأعمال والثقافة. ما بعرف إذا الصوت واصل. واصل الصوت؟ سعادة الدكتور طلال أبو غزالة ولد سنة 1938 في مدينة يافا، وأسس مجموعة طلال أبو غزالة سنة 1972، يعني سنة ما أنا انولدت، يعني 80 سنة لتصبح أكبر مجموعة شركات عالمية تقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والتوظيف والترجمة والنشر والتوزيع، وتنتشر في جميع دول العالم من خلال أكثر من 100 مكتب، إضافة إلى 150 مكتب تمثيلي، وتقدم جميع خدماتها من خلال 140 شركة مهنية. المجموعة رائدة في تقديم جميع خدماتها وخاصة في خدمات الملكية الفكرية، حيث أنها الأولى في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية، وقدمت على مدار 45 عاماً خدمات لأكثر من مليون عميل منذ تأسيسها، وأصدرت أكثر من مليون تقرير، ودربت أكثر من نصف مليون موظف، كما أصدرت أكثر من نصف مليون شهادة تعليمية، وعقدت أكثر من نصف مليون برنامج تدريبي. تقلد سعادة العين طلال أبو غزالة خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب والرئاسات، وتسلم العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية والأوسمة، وتم تكريمه من عدة جهات ومن العديد من رؤساء الدول، كان آخرها تكريم خاص من الرئيس الصيني تقديراً لجهوده في تحسين وتطوير العلاقات العربية الصينية. وحصل سعادته على أكثر من 40 وساماً وجائزة رسمية من الأردن وفرنسا وتونس والصين والبحرين ولبنان وغيرها، وترأس 14 فريق عمل ومبادرة تابعة للأمم المتحدة، كما ترأس منصب رئيس التحالف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية، ومؤخراً سفيراً خاصاً للسياحة في منظمة الأمم المتحدة في مدريد إسبانيا، وهو رئيس مجلس إدارة لأكثر من 50 شركة في جميع دول العالم، ورئيس فخري لأكثر من 20 مؤسسة في جميع دول العالم، ورئيس لأكثر من 30 جمعية معنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وهناك العديد من المناصب والمراكز التي تبوأها سعادته والتي لا يتسع الوقت لذكرها. عين سعادته عضواً في مجلس الأعيان الأردني لفترتين 2010 و2016، وحاصل على وسام الاستقلال من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى في العام 2016. طبعاً لم تكن حياته سهلة ليصل إلى ما وصل إليه، إذ كانت محاطة بالمصاعب، ويؤكد دائماً بأن كل شباب لديه القدرة على أن يكون مثله بل وأكثر نجاحاً دون أن ينتظر أي دعم من حكومة، فالحكومات مهمتها توفير البنى التحتية فقط، وكل شخص هو المعني برسم طريق حياته، ولا بد أن يرسمها من خلال المعرفة التي هي أساس النجاح والتقدم والثروة. بعيداً عن الرسميات، أنا مع حفظ الألقاب عندما يذكر طلال أبو غزالة ما يتبادر إلى ذهني قصة النجاح، ما يتبادر إلى ذهني العصامية، ما يتبادر إلى ذهني البدء ربما ليس من الصفر ولكن من تحت الصفر للوصول إلى أعلى القمم، فهي تجربة فريدة وتستحق الاستماع إليها وتستحق الاستفادة منها وتستحق توظيفها. احنا نتشرف اليوم بحضور سعادة العين طلال أبو غزالة يتكلم في المسؤولية المجتمعية تجاه التعليم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
أهلا وسهلا سعادتك. بداية شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة وعلى تكريمك لي شخصيا. أنا سعيد بلقائك وسعيد بأن أكون في هذا الصرح العلمي الهام بإدارتك القديرة. ويعني بالنسبة لنا تكنو كما تسمون بالاختصار تعني الكثير من النجاحات وتعني الكثير من القدرات والفضل في تخريج الكفاءات. ولذلك أنا هنا أشعر بسعادة لأنني في منبر علمي هام يخرج ما أتمنى أن يكون هدف هذا الوطن كله. بدي أبدأ بأن أقول يجب كل جامعة في الأردن أن تكون تكنو. لم يعد هنالك مجال لأي تعليم ليس مبني على الاي سي تي، على تقنية المعلومات والاتصالات. انتهت فترة تعليم الكتاب. أغلب مدارسنا وجامعاتنا هي استمرار لعملية الكتاب، باستثناء أننا بدل ما كنا نجلس على الأرض أيام الكتاب صرنا نقعد على طاولة، وبدل ما كنا نستعمل أساليب بدائية في الكتابة ما زلنا نستعمل أساليب كتابية بدائية في الكتابة. شوية أنا في الموضوع التعليم أريد أن أكون ناقدا وليس مشجعا أو مثنيا. أريد أن أنتقد لندرك أن العالم يمر بمرحلة انتقال جذرية في مجال التعليم وخصوصا التعليم الجامعي، ومن يقود هذه الثورة مش أمريكا ولا بريطانيا ولا دولة عظمى، هي دولة صغيرة اسمها فنلندا. فنلندا حجمها مثل حجم الأردن، وهي التي تقود التغيير في الكرة الأرضية كلها على مستوى التعليم، ويشاركها في ذلك الدول الإسكندنافية الأخرى. مرة أخرى يعود الآن برنامج التغيير لينطلق من الدول الإسلامية تتكلم عن التعليم، وبجرأة خيالية. يعني على سبيل المثال فنلندا قررت أنه ليس هنالك أي لزوم لتعليم القراءة والكتابة كمطلب في المدارس، لأن الطفل يقرأ ويكتب وهو في حضن أمه. يعني شو الفرق بين أنك عم تكتب بالقلم أو بأصبعك على الجهاز؟ ما هو عم يكتب وعم يرسل وعم يقرأ. يعني الطفل عندما يستعمل الجهاز هو يقرأ ويكتب، فبالتالي لم يعد هنالك متطلب لتعليم اللغة لأن الطفل يدرسها مع الحليب. وأنا عندي بمكتبي معلقة صورة دائما أعتز بها، طفل يشرب الحليب من زجاجة حليب، ما بعرف شو بيسموها للأطفال، نصها حليب ونصها تكنو، فهو يشرب الحليب والتكنولوجيا في نفس الوقت. وأغلب الأطفال تعلموا من دون أن أحد يعلمهم، سرق الجهاز من أخته أو من أمه وبدأ يستعمل. أيضا هنالك تغيير في التعليم من حيث إلغاء المواد. ابتداء من العام القادم فنلندا ما في تعليم لا جغرافيا ولا تاريخ ولا هندسة، ولا تعلم by what they call model. نأخذ الاتحاد الأوروبي مثلا كنموذج، ندرس جغرافيا، ندرس تاريخيا، اقتصادا، من كل الجوانب، وهكذا ندرس وضع حقيقي بدل أن ندرس مادة ننساها فيما بعد. هذا من التغييرات. في جرأة أكبر في التغيير، وما لا مش انتقاد للمؤسسات الحكومية التعليمية، السويد ابتداء من العام القادم ستسلم كل
المؤسسات التعليمية الحكومية إلى القطاع الخاص outsourcing كامل. لن يكون هنالك جامعة ممولة أو مدارة حكوميا ولا مدرسة، كله يتولى القطاع الخاص. وأنا تشجعت أن أحكي بهالموضوع لأنه الموضوع هو دور المجتمع في التعليم وفي القطاع الخاص. المستقبل في التعليم هو للقطاع الخاص وللمجتمع مش للدولة، لأن طبيعة ثورة المعرفة هي عملية قطاع خاص ومجتمع مدني مش حكومة. الآن اللي يحصل في التعليم كله يرجع إلى أن يعني في عام 2001 ترأست مع كوفي عنان فريق عمل سياسة وضع وصياغة سياسة العالم في تقنية المعلومات والاتصالات. يومها كنا نحكي عن كل ما تستعملوه الآن، كان وقتها مشاريع ما تستعملون من أدوات تقنية. ما بدي يكون كتير موضوعي ممل في الحديث عنه، بس أيضا العالم كله متحول إلى شيء جديد، وهذا الموضوع اللي بدي أركز عليه. جامعات العالم بما فيها جامعاتنا في الأردن تخرج طلبة، بس شو الهدف من تخريج الطالب؟ يأخذ شهادة ويقول انه انا بقدر اشتغل مهندس او بقدر اشتغل طبيب او محاسب. لم يعد هذا المطلوب ابدا، اصبح المطلوب الان تخريج من هو مبدع، من هو مخترع، لان اختراع واحد اكبر من حجم اقتصاد دولة كاملة. وكل كبرى الشركات في الدنيا الان كلها مؤسسات إبداع تقني. لما أحكي تقني أنا بقصد تقنية المعلومات والاتصالات، بعتقدش بحكيش عن لا في الطب ولا في السيارات ولا بشيء، بتكلم عن الاي سي تي. فإذا أكبر شركة في الدنيا اليوم لم تعد لا شركة نفط ولا طيران ولا بنك ولا ولا ولا، شركة اسمها جوجل. ما هي جوجل؟ شركة معرفة، شركة إبداع، اختراع، اختراع رقمي، اختراع مؤسس على تقنية المعلومات والاتصالات فقط. أصلا مين بيعرف وين عنوانها ولا وين مصانعها ولا وين مكاتبها ولا مين جهازها الإداري؟ ما في، كله في الفضاء، في الفضاء السيبراني اللي بنسميه سايبر سبيس. فإذا إلى لي رجاء أن أتمنى بهذه الجامعة القائدة أن ندرك أنه كل واحد بده يتخرج بأي موضوع يجب أن يدرس تقنية المعلومات والاتصالات. لا مجال في المستقبل لمهندس لا يتقن تقنية المعلومات. إحنا عندنا في المؤسسة ممنوع يتعين أي وظيفة، ولا أتكلم عن الوظائف التقنية، الوظائف الإدارية، إلا إذا كان يتقن استعمال تقنيات المعلومات بأي وظيفة، بما فيها البدالة، موظف البدالة، بما فيها الاستقبال، لأنه كل شغله بده يكون عن طريق التواصل الرقمي. ليس هنالك مهنة في الدنيا سيكون فيها مستقبل إلا لمن يستطيع أن يستعمل تقنية المعلومات. تقنية المعلومات ليست علم، هي علم ولكن الهدف منها ليس أن تكون علم. الفرق بين تقنية المعلومات والاتصالات وبين الطب أو الهندسة أن الهندسة هي اللي يتخرج مهندس، الاي سي تي مش لتتخرج اي سي تي، هي مساعد، ما يسميه بالإنجليزي enabler لكل العلوم وكل المهن. ليس هنالك مهنة في الدنيا ستستطيع أن تنافس أو تبدع في مجالها بدون استثناء. المحامي، أعطيكم مثال، المحامين مثلا، واحد بتخيل ليش المحامي يكون مبدع في تقنية المعلومات والاتصالات؟ شركة أبو غزالة للملكية الفكرية أصبحت أكبر شركة في الدنيا مش في المنطقة، في الكرة الأرضية، لأنها شركة تقنية معلومات.
المنافسين لنا هم مكاتب المحاماة. مكاتب المحاماة بحبوا الورق والملف. نحن في تقنية في أبو غزال الملكية الفكرية ما فيش ورق ولا ملف. كل شغلنا ICT based. يعني قديش فرق عند الزبون اللي بشيكاغو مثلا، قديش تفرق معه لما يعرف انه بيقدر يتعامل مع أبو غزالة يوم الأحد ويوم السبت، ولما يكون الوقت عندنا الساعة 1 بالليل، لأنه هو يتعامل مع الجهاز. عندما يكون هو عنده دوام وإحنا مسكرين هو على اتصال معنا، لأنه عنده باسورد بدخل على ملفه بيسأل المعلومات اللي بده إياها، بيجاوبه الجهاز، بترك الانستركشنز اللي بده إياها للتنفيذ. بسبب أننا حولنا الشركة إلى شركة ICT تقدم خدمات الملكية الفكرية، استطعنا أن نتفوق على العالم بما في أمريكا وأوروبا. فإذا التركيز اللي بدي أركز عليه هو أن علم تقنية معلومات والاتصالات ليس هدف في حد ذاته، هو أداة لكل المهن وكل النشاطات في الدنيا. ويجب أن يكون أحد شروط تخرج أي قطاع. بدي يدرس معلم ما بيصير يعلم إلا إذا أتقن تقنية المعلومات. وإحنا الآن خصوصا بالأردن عندنا وزير تعليم تربية وتعليم من أعظم ما يمكن من كفاءة علمية ووطنية، قرر أنه حتى الأساتذة الآن تصنيفهم يجب أن يكون بعد أن يجتازوا امتحان طلال أبو غزالة لتقنية المعلومات. أستاذ في أي مجال، لأنه ما بيقدر الأستاذ يشتغل مع طالب تقني وهو لا يفهم كيف يستعمل الكمبيوتر ولا الإنترنت. أي ما أردت أن أقوله أنه من وصلنا إلى مرحلة يجب أن يكون في مادة ICT لكل متخرج بأي اختصاص، أداب، علوم، طب، هندسة إلى آخره. عيب أن يتخرج مهندس لا يعرف أن يستعمل تقنية معلومات، ملوش محل في الدنيا. فإذا يجب أن ينظر إلى تقنية المعلومات أنها أداة لصنع المعرفة في كل المجالات. نأتي إلى صنع المعرفة. كما قلنا إحنا الهدف من التخرج تقليديا هو أن يحصل على شهادة تثبت قدرته في مجال معين. لم يعد ذلك المطلوب. المطلوب أن نخرج مخترع في هذا المجال، لأن اختراع واحد كما قلت أكبر من حجم، يعني جوجل، فيسبوك أكبر من اقتصادات المنطقة كلها مجتمعة. الآن في 4 شركات، بحب دائما أكرر، في 4 شركات كبرى في العالم وكلها تقنيات معلومات تتنافس من منها سيصبح حجمه عام 2020. مين اللي راح يوصل عام 2020 ليصبح حجمه تريليون، 1000 مليار؟ فيسبوك، جوجل، أمازون، مايكروسوفت، أبل، يتنافسوا مين بده يوصل أول ليصبح تريليون. تعرفوا شو يعني تريليون؟ تريليون يعني 1000 مليار. وحتى نحط الأمور بالمقارنة، ناتج القوم الأردني كله، كل هالبلد هذا بكل كفاءاته وقدراته 30 مليار، 30 مليار إلى 1000 مليار شركة واحدة. هذا هو صنع المعرفة. وبالتالي يجب أن يكون هدف التعليم هو صنع المعرفة وليس تخريج إنسان كفؤ للعمل في نشاطه، تخريج إنسان يستطيع أن يبدع في نشاطه، مش يستطيع أن يتقن العمل، يستطيع أن يتقن الإبداع في مجال عمله. هذا إحنا بالنسبة لنا وبالنسبة لي شخصيا هو هدف التعليم. ومش بس التعليم، المشكلة إنه إحنا مش عم نلاحظ أن العالم ينتقل الآن مما يسمى الدولة المدنية إلى الدولة الإبداعية. أي أن هدف الدولة
وعملها ومبررات وجودها هو أن تكون حاضنة إبداع الدولة كلها. الدولة كلها، ومع الأسف هنالك تحرك إحنا مش جزء منه، ما زلنا في الأردن. يعني مثلا في دولة قريبة لنا اللي هي الإمارات أو دبي تحديدا بدأت تتحول إلى دولة إبداع. محمد بن راشد أعلن على تويتر تبعه إنه أصبح لجميع أفراد الدولة، مش القطاع الخاص ولا التعليم، للموظفين في الحكومة، غرد بقوله اقترب موعد نهاية السنة وستبدأ حفلات الوداع لمن لم يخترع في مجال مسؤوليته في الدولة. اللي ما اخترع بده يمشي، بدنا نعمل له حفلة وداع في أي مجال كنت، سواء في إدارة شؤون الموظفين أو في إدارة الكمبيوتر أو في إدارة الطرق وأي نشاط، يجب أن تخترع اختراعا في هذا المجال. إذا لم تخترع أو تبدع أسلوبا جديدا في العمل الله يسهل عليك. هذه هي الدولة المقبلة، دولة الإبداع، وليس دولة المدنية اللي فقط ما هي الحقوق والمسؤوليات والنظام والإدارة. انتهى هذا الموضوع، انتهى، يعني صار من العصر الحجري. الآن نتكلم عن دولة الإبداع، وأن يكون كل همنا دولة قطاعا أعمال تعليما هو الإبداع. البحث العلمي، سعيد أنا بأن هنا اهتمام بموضوع البحث العلمي، لأني أنا أرأس المنظمة العربية للبحث العلمي في تحت مظلة جامعة الدول العربية، وأتمنى على الزملاء الموجودين أن يتأكدوا من وضع الدكتور سالم الأقطش اللي هو يدير هذه الدائرة، هذه المؤسسة اللي اسمها الشبكة العربية للبحث العلمي، التي يرأسها فخريا أمين عام الجامعة العربية، وأرأسها أنا، أرأس مجلس إدارتها تنفيذيا وإداريا. هذه المنظمة الآن أنجزت خط إنترنت خاص للبحث العلمي بالشراكة مع الاتحاد الدولي، مجموعة طلال أبو غزالي والاتحاد الدولي، تبرعنا بإنجاز خط إنترنت خاص ومخصص لاستعمال مراكز البحث العلمي في الوطن العربي كله، بحيث أن أي باحث يريد أن يبحث عن أي اختراع يستطيع أن يتشارك مع مراكز الأبحاث، ليس فقط في المنطقة العربية بل أيضا مع الاتحاد الأوروبي، مع مراكز الأبحاث في الاتحاد الأوروبي. أنا بهمني أن يكون هنالك دور لهذه الجامعة في هذه المنظمة، وأتمنى أيضا أن تكون جنابك إذا كان تقبل دعوتنا أن تكون على مجلسها، لأنه موضوع البحث العلمي إحنا أسوأ منطقة في العالم، الأمة العربية في البحث العلمي في العالم، يعني الدول الأكثر فقرا منا بأفريقيا وبجنوب أمريكا وبأي منطقة في الدنيا تصرف على البحث العلمي أكثر مما نحن نصرف. ومفهومنا هنا، وأنا دائما أنتقد لأني أحب، كان يقول أرسطوتل عن سقراط، أنا أحب سقراط وهو تلميذ سقراط، ولكنني أحب الحقيقة أكثر من سقراط. أنا أقول لأنني أحب هذا الوطن، أن المؤسف كان تفكير هذا الوطن وإدارة الدولة فيه أن البحث العلمي أنك تبعت أساتذة يدرسوا برا. البحث العلمي اليوم مش صنع الأساتذة ولا صنعي، هو صنع الطلاب، وكل الإبداعات اللي بتعرفوها أنجزها الطلاب أي شباب. البحث العلمي هو ويجب أن يخصص تمويله لتشجيع الطلبة في الجامعات على عملية البحث العلمي. هنالك عمليات إصلاح كثيرة يجب، أنا كتبت بها الموضوع علنا ونشرت بناء على طلب رسمي، نشرت في الجريدة في الرأي الأردنية حول هذا الموضوع، إنه إحنا البحث العلمي مش تبعت أستاذ، بدك تبعت بعثات، هاي بعثات اسمها، أنا مش ضدها،
ولكنها مش بحث علمي. البحث العلمي هو صناعة الابتكار في موقع الابتكار. ما بدي أروح على أمريكا لأعمل بحث علمي هناك، أنا بدي هون الطالب اللي عندي. وهذا مش شيء صعب، في اختراع بسيط كلكم تستعملوه. اخترعوا جرسون في مطعم في أوكرانيا، لا هي دولة متقدمة ولا دولة غنية، وأثناء الحرب على أوكرانيا اخترع اختراع وباعه لفيسبوك ب 13 مليار، يعني نصف الناتج القومي الأردني. الآن قيمته أكثر من 50 مليار بعد ما أخذته فيسبوك. هذا الولد اسمه يان كوم، شاب مش متعلم ولا متخرج ولا راح يتخرج زيكم، وبيشتغل جرسون. ما مولته الدولة، ما موله شركة، اسمه يانكوم، والاختراع اسمه واتس أب اللي بتستعمله. مش معجزة الاختراع، الاختراع قرار. عندما يقرر الإنسان أن يكون مخترعا، كيف اخترعت الكهرباء، كيف اخترعت نظرية الجاذبية، كلها كانت لأن هنالك حكمة أؤمن بها تقول بأن كل ما يمكن للعقل أن يتخيله هو اختراع ممكن، ما في شيء. وإذا بتراجعوا ما تعرفوه عن الدنيا بتشوف أن كل خيال كان موجودا أصبح حقيقة. كل ما يستطيع العقل أن يتخيله يمكن أن يكون حقيقة ويمكن أن يصبح اختراعا. اللي كان يحلم كيف يطير طيارة، الآن تطلع في السماء بتلاقي شقفة حديد عم بتطير. كيف هذا كان؟ كانت نكتة لما الواحد أو شيء للتسلية إنه في طيارة بدها تطير لحالها في الجو. كل ما حصل في الدنيا هو خيال تخيله العقل واستطاع العقل أن يحوله إلى حقيقة. فإذا ليس هنالك احتكار للاختراع ولا للإبداع، وكل واحد منكم يستطيع أن يخترع. إحنا مؤسستنا كتير تركز على الاختراع، سواء في برامجها التعليمية أو في داخل إدارتها. إحنا جميع نشاطاتنا تدار باختراعات محلية. شو الاختراع؟ يعني إحنا بلورنا أنظمة بنسميها software solutions. هاي السولوشنز لإدارة نشاطاتنا، هذا اختراع. كيف أشرف على المراكز والمكاتب لما بدي أشتغل بمئة مكتب بالعالم؟ كيف يستطيع دائرة الرقابة في عمان أن تدخل على أي واحد في أي مكتب من مكاتبنا وتعرف شو عم بيعمل؟ طورنا برامج لهذا الغرض، مكنتنا من أن نشرف ونراقب ونطور أعمال. فإذا الاختراع هو أي تطوير أو تحسين في شيء موجود ويؤدي إلى فائدة. كل ما تريد أن تتخيله يمكن أن يصبح اختراع. فإذا إلي الصرخة هنا هي أن أريد هذه الجامعة أن تصبح مصنع للمخترعين، وأنا عم بنشئ كلية خاصة الآن، كلية اختراع. ما فيهاش واحد يتخرج إلا إذا اخترع. يعني شرط التخرج أن تقدم اختراعاً، ما فيش ثيسز ولا في امتحان شو تعلمت. امتحان التخرج هو الاختراع. إذا ما قدمت اختراع ما بتاخد شهادة. يعني هذا لنخبة من الناس اللي بدهم يصيروا مخترعين، ما بهمني شو بده يدرس ولا في تخصص، بده يخترع بأي مكان، بالبايو انفورماتيكس، بايو تكنولوجي، سايبر سيكوريتي، أي مجال بدك، ارتفيشال انتليجنس، اخترع الاختراع تاخد شهادة. وأنا سأتكلم في هذا الموضوع في 28 من هذا الشهر في المؤتمر العالمي في برشلونة. طلب مني أن يكون، والموضوع هو Educate to Innovate، التعليم للإبداع. We Educate to Innovate. هلأ الآن عالم، هو موضوع طلبوني أن ألقي أن أترأسه في هذا المؤتمر، هو التعليم للإبداع.
هذا هو التوجه الجديد في العالم، التعليم للإبداع. وهذا المؤتمر بيحضروا حوالي حسب اليوم جاني آخر إحصاء 30 ألف خبير من العالم، من المتخصصين في تقنيات المعلومات. هذا هو المستقبل، الإبداع. إذا بنوضع خطة من الآن لعشر سنين لهذه الجامعة العظيمة أن تحول كل كلياتها لتخرج مبدعين، نعمل فضل كبير على البلد، وبتصير هذا البلد لا يقترض فلوس من دول ولا يطلب مساعدات ولا يكون عنده عجز. فنلندا، وأرجع أكرر، نفس حجمنا ونفس وضعنا، 7 مليون بني آدم، 7 مليون بني آدم، ما عندنا ثروات، ما عندهم ثروات. ناتجنا القومي 30 مليار، ناتجهم قارب 200 مليار، من 30 ل 200 مليار. سبب واحد، أن فنلندا تنتج المعرفة وإحنا بنشتري المعرفة. ما في سبب بنصير مثل فنلندا. ونحن في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفة الآن أن برنامج واحد، ما عندنا غيره، كيف نحول هذا البلد ليصبح فنلندا. فنلندت هذا البلد ليصبح بلد إنتاج معرفة ويستغني عن مساعدات الدنيا التي تبتزنا فيها الدول وتفرض علينا سياساتها، ونخلص من العجز الحكومي والدين العام، ونؤمن وظائف لكل إنسان في هذا البلد. فيش عطل عن العمل بفنلندا، لأنه السواق وهو قاعد بالسيارة عم بيستنى بكون عم بيشتغل على شيء، عم بيقدم نوع من الخدمات، لأنه الخدمات كلها الآن رقميا. هكذا مستقبل العالم، وهكذا يجب أن نتحول لنصبح دولة منتجة وشعب منتج للمعرفة. أنا يمكن طولت في كلمتي، بس حبيت أن أستفزكم في بناتي وأبنائي. أكثر سمعتوا أن أنا عمري 80 سنة، بس أيضا بدي أقول لكم أنه عندي أحفاد تخرجوا من الجامعة، مش بناتي ولا أولادي، أحفادي 3 منهم تخرجوا من الجامعة. فبحق اللي أقولكم تسموني جدو، يعني أنا لما أخاطب الطلبة بحب ينظروني ليس كأب بل كجد لهم. فاسمحوا لي معلش أن أستفزكم بهذا الصباح. طبعا يعني نشكر سعادة العين على هاي، بديش أسميها المحاضرة، بدي أسميها النظرة الأوتلوك أو الرؤية المستقبلية الجميلة القابلة للتحقيق. ساعات تتكلم عن صناعة المعرفة، تتكلم عن الاختراع، تتكلم عن الانوفيشن والانتربرينورشيب، تتكلم عن البحث العلمي، تكلم عن كلية الاختراع اللي أنا حاب أعرف عنها شوية زيادة، بس يعني يمكن في وقت لاحق. وأنا اللي بعرفه عن سعادة الدكتور إنه بحب النقاش والإنتر أكشن أكثر من الإلقاء. فإحنا في مجال، إذا في حدا عنده أي تساؤل أو نقطة حاب يطرحها لسعادة الدكتور، تفضل. إن شاء الله كلكم تعيشوا 80 سنة وتركبوا سماعات. بس شوية ملاحظات. أنا لازم أبدأ أني سعيد جدا وإني يعني في حافظة طلال الوزن، لأني كنت أعرفك من خلال التلفزيون وعرفتك من خلال وجودي في الكويت فترة وحديث الناس عنك في الكويت. وكنت يعني شغل مهم جدا عشان ألقاك، وللأسف صرت متأخر. بس بدي أقول يا دكتور اللي تفضلت فيه هو كان النظرة الموجودة في الأردن قبل حوالي 15 سنة، وأعتقد أنك أنت من الناس اللي دفعوا باتجاه إنشاء كليات الآي تي. وإحنا كأساتذة، أنا زيادة أستاذ كلية الهندسة في العلوم التكنولوجية، كنا متحمسين جدا إنه الأردن خلال 5 سنوات، 5 إلى 10 سنوات سنصبح
يعني ليدر في المنطقة، في نتاج معرفة في مجال السوفتوير تحديدا. راح أعطيك مثال، ذكروا لنا يا الأردنيين في أمريكا، لأنه أنا أخذت سبتي كالأردن جامعة كاليفورنيا، والتقيت بكثير من العلماء الأردنيين وأصحاب الشركات والإنترنت الأردنيين، كانوا دائما يحكوا إنه في مشكلة في الإنترنت في الفلو أوف إنفورميشن سببها قرارات الدولة الأردنية. إنه الإنترنت مش مفتوحة بشكل يعني يخدم الفلو أوف داتا بين أمريكا وبين العالم بيرودن، هاي وحدة. فهاي تفتح يعني كمثال على موضوع الإنبلينج إنفايرمنت، يعني لازم نقيم التجربة اللي صارت، كليات الآي تي بعد 15 سنة من إنشائها، الإنتاج حضرتك بتعرفه أكثر مني، أو الوضع بالنسبة للوصول إلى الاختراع حضرتك بتعرفه أكثر مني، فبدنا نعرف من حضرتك لأنه هاي الحقائق تضغط، أنت نفسك قبل فترة لما صارت مشاكل معاني وجرش، أنت دخلت تقريبا بشكل شخصي وفتحت على جناح السرعة يعني بعض المساعدات حطيتها في معاني وجرش حتى تستوعب القضية الاجتماعية السياسية اللي صارت بهاي المدن بسبب البطالة. فاحنا خريجين الاي تي، خريجين الهندسه، خريجين الطب، كله بيعاني من البطاله. فهاي عوامل ضاغطه على مؤسسه زي جامعه العلوم والتكنولوجيا. بدنا من حضرتك تنورنا انه كيف ممكن ننتقل من التمنيات لتحقيق شيء على ارض الواقع، يعني كيف ممكن نخلق انابلي للمعارضه. وشكرا جزيلا. أنا 20 سنة في أمريكا وقررت أجي أستقبل أكثر من سنتين أشتغل في مجال العلوم والتكنولوجيا. لا أعني كل السنة الدكتور عادل غلامي. صراحة الله يجزيك الخير أنك رجعت لي، كنت يوم عم بفكر أرجع ولا أضل. بس صراحة اليوم ما رجعت أحضر المحاضرة لأنه أشعرت ما شاء الله قديش في ناس عم تفكر يعني. كثير فاجأني إنه بعد 60 موظف من المنتاليتي الأوربن، إنه بعد 60 تقاعد الواحد يرتاح. وأنا جاي من المنتاليتي وقت ما تعينت جامعة كنتاكي بداية حياتي الوظيفية، كان في عندنا دكتور about to retire وعمره بهذاك الزمان آخر سنة، يعني الآن هو عمره 86 سنة. وقت ما بيطاع قرر يفتح شركة أدوية، وكان معه بشكل 200,000 دولار مش أكثر ولا أقل. وإجا عندي على مكتب أنا كفاكرة تماما جديد، هو درسني هو قريب مني وحكى لي شوي بدنا نشتغل، وبدينا قرارات اختراع كان في إدارتنا، وهلا شركته قيمتها 500 مليون دولار. عم تحكي على شيء أقل من 12 سنة. فأنا جاي من مدارتي thinking of إنه في ساينس وفي علم وفي قدرات. الإنسان رغم ما ندرك، أنا ما بدي أستنى الحكومة توصل، الحكومة هي تعطيني الإنفراستراكشر. أنا شنو أنا؟ فالله يجزيك الخير صراحة، رجعت لي هم إن شاء الله إني بعد إن شاء الله، الله يجزيك الخير شكرا. فيك جامعتها. على طاري خالد العناتي من جريدة الجامعة جست فور جست. بصراحة فرحتي يعني جد كتير كبيرة، دائماً بحضر يعني حضرتك خطوة كتير كبيرة، دائماً بحضر فيديوهات قديش عن حياتك، يعني ما شاء الله كيف لما بلبنان قدرت انك تجيب المركز الأول على مستوى الجمهورية اللبنانية بس عشان تاخذ هذيك منها. انت خطوة بصراحة يعني خطوة كتير كبيرة، وإن شاء الله إنه هيك بيوم من الأيام نشوف أكون لو نص أو ربع حضرتك طلال أبو غزاله. هلأ سؤالي طبعاً أنا عم برجف لأنه صراحة هيك قدام حضرتك بعد كل الفيديوز اللي بتابعهم وإني أشوفك شخصياً، فبصراحة لا إشي هيك شعور خاص أكيد. هلأ بدي أسألك أكيد، هلأ في عنا إحنا طلاب يعني المناهج أحياناً بتحد سواء تفكير سواء فكيف احنا نقدر وانا نبدع. هذا سؤال. ثاني سؤال انه السؤال الاول المناهج احيانا بتحد يعني ابداع الطلاب منهاج لازم احنا نبرز هذا فيه، سواء كان فيه حتى ممكن يكون في بعض الاضلاط لا احنا نبرزها زمني. هذا الشيء. ثاني شيء هو الشيء المهم صراحه بالنسبه لي، كيف ممكن احنا الجيل القادم والأجيال الجاي كيف ممكن إنها تكون the next طلال أبو-غزاله، كيف إحنا ممكن نكون زي طلال أبو-غزاله. وآخر شيء بشكرك على إنك شرفنا اليوم، وشكرا كثير وبفتخر فيك أنا. شكرا.
ألخص الموضوع في سؤال الأستاذ حول التغيير. عظمة الإنترنت وتقنيات المعلومات والاتصالات أن التغيير أصبح ملك من يريد التغيير. ما عادش في حدا بالدنيا يستطيع أن يمنعك من أن تغير. يعني أنا عندي تجربة مثلا مع إحدى الوزارات السابقة في التعليم من عدة سنوات، مش الحكومة الحالية ولا اللي قبلها، جاني رسالة إنه سمعنا إنه أنتم بتعاطوا التعليم الرقمي وهذا ممنوع. جاوبت أؤكد لكم أننا نتعاطى التعليم الرقمي، وإذا في مشكلة خلينا نلتقي في المحكمة لنحسم إذا هذا الموضوع قانوني أو غير قانوني. أنا عندما أعلم رقميا أنا مش داخل البلد، أنا في الفضاء. أنت بتقدر تمنع واحد يدرس أونلاين مع MIT أو مع أي جامعة في الدنيا؟ أنا مش خاضع لك عندما أدرس أو أقوم بأي عمل على السايبر سبيس، لأن مبدأ السايبر سبيس أنه ليس هنالك حدود وليس هنالك سياسة ولا سيادة لأي دولة في الدنيا على أي عامل في مجال الفضاء. ما في. لمين بدك تشتكي عليه؟ لمين بدك توقف؟ كيف بدك توقفه؟ أنت أصلا بتعرف لما بيجيك إيميل من وين هذا الإيميل جاي؟ من أي بلد؟ أنا ممكن أبعث لك إيميل وأنا بنيويورك وهو نفس إيميل اللي أنا مسجله في مكان آخر، وممكن يجيك إيميل مني وهو مش مني. يعني إحنا استطعنا أن نفرض التغيير، وبعدها جاءت حكومة عاقلة وكلفتني أن أرأس فريق للاعتراف بالتعليم الرقمي، وشكلت فريق دعيت إلى اجتماع من رؤساء الجامعات وكلفنا فريق خبراء ووضعنا سياسات للاعتراف بالرقم. إذا أنت معترف بجامعة هارفرد وهارفرد عملت برنامج رقمي، ليش ترفضه؟ إذا هارفرد أنت معترف فيها وهي محترمة وبرامجها موثوقة، فإذا كان برنامجها رقمي أو مش رقمي يجب أن يكون نفس المعاملة. فالتغيير قرار ذاتي ولا أحد يستطيع أن يمنعك من التغيير. ما في حدا. يقول فولتير: تستطيع أن تحارب جيشا ولكنك لا تستطيع أن تحارب فكرة حان وقتها. تقدر تقاوم جيش، تبعث مدافع وطيارات وقوة وآخره، بس كيف بدك تحارب فكرة وقتها أصبح مناسب؟ لا تستطيع أن تحارب فكرة حان وقتها. بالنسبة للعمر والتقاعد، أنا دائما أذكر الناس بأن كلمة متقاعد هي مؤلفة من كلمتين: مت وأنت قاعد. مت قاعد هي مت وأنت قاعد. وأنا ضد مبدأ التقاعد على الإطلاق في كل مجالات الدنيا وكل مجالات العمل. ما دام الإنسان قادر أن يعطي يجب، بل مش مطلوب ولا مسموح، بل يجب أن يستمر في عطائه بأي طريقة من الطرق يستطيع أن يستمر فيها. فما حدا ينتظر مني أني أتقاعد إلا يوم اللي بتوفى، يوم اللي أنا أصبح في في في, في رعاية الله تقدر تعتبروني تقاعد. فما حدا يعني من الشباب خصوصا تبعوني يتوقع أنه يورثني، لأنه مش راح يورثني إلا لما أموت. مش أعد لكم يعني. ما في. أنا ضد مبدأ التقاعد، وفعلا كلمة متقاعد وأنت قاعد هذا جريمة التقاعد في نظري. أنا أشتغل اليوم عمري 80 سنة، أشتغل 7 أيام بالأسبوع، الجمعة والسبت بداوم دوام كامل، ونهاري أقل يوم 14 ساعة. ليش أوقف إذا أنا؟ قلت لك طب يا أخي ارتاح، تقاعد شو ارتاح؟ طب إذا أنا مبسوط بالعمل اللي أعمله ليش أغيره؟ أروح إلى شيء ما بعرف صراحة ما هو الراحة؟ ما هي الراحة؟ هذا مبدأ من مبادئي أنا شخصيا. بالنسبة لما صنع طلال أبو غزالي هو المعاناة. أنا أشكر ربي إني عانيت
وبحب بالنسبة لسؤالك إذا بتاخذي من الإخوان تتصلي مع أحدهم ليزودوك بكتابي عن نعمة المعاناة. أنا ألفت كتاب اسمه نعمة المعاناة. لما أنتوا بتتضايقوا إنه مضطرين تصفوا السيارة على بعد كيلومتر وتمشوا كيلومتر، أنا كنت أمشي 4 ساعات باليوم على المدرسة، 4 ساعات، 2 الصبح و2 المساء، يعني أطلع من البيت 4:30 الصبح عشان أوصل المدرسة، وكنت سعيد. في أحسن من الرياضة الواحد يمشي 4 ساعات؟ في نعمة، نعمة. أنا الآن أحد أسباب صحتي اللي أشكر ربي عليها هو أني عانيت، مشيت 4 ساعات باليوم، ما أكلت الأكل اللذيذ اللي بتاكلوه، الهامبرجر وما الهامبرجر، كان غداي سندويش خبزة فيها زعتر أنا مقطفه لأنه كنت ساكن في جنوب لبنان كطالب، من البرية، زعتر بري حطه بالرغيف ونرش عليه ملح، وهذا الغداء. صحتي منيحة، معدتي منيحة، ما أفسدت ولا صار عندي كوليسترول ولا ضغط ولا 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 سكري، لأني ما تمتعتش بالحياة مثلكم. فمدي دائما تذكروا أنه أي شيء بتعاني منه هو نعمة. حرامك في الحديث، حرامك ليبتليك وأعطاك ليمتحنك. عندما ربنا بيعطيك بكون هو عم بفحصك تشوف شو راح تعمل، أما لما بحرمك هو عم بيعطيك متعة إنك تنجح وتتفوق. التعلم الآن انتقلنا من التعليم للتعلم. وجودكم بالجامعة لا يجوز أن يكون لأنه بدكم تتعلم، بدكم حدا يعلمكم، أنت بتعلم حالك وأنت بتعلم أستاذك في كثير من الأحيان، ومش عيب. أنا اليوم بتسألني شو أنت، بقول لك تلميذ، أتعلم من كل معلومة تأتيني من زميل أو من موظف أو من الخارج. أنت هنا لتتعلم وليس ليعلمك أحد، أي الانتقال من التعليم إلى التعلم، والتعلم هو الطريق للمستقبل. دور الأساتذة والجامعة يجب أن يكون أن يتيح لك البيئة التي تتعلم فيها، مش أن يعلمك ويحفظك الدرس. حفظك كيف؟ أنا حضرت كانت بنتي تدرس في جامعة هارفارد من حوالي أكثر من 30 سنة، وصدفة كنت بأمريكا وقالت لي بتحب تحضر الصف؟ قلت لها نعم. قال شو عم؟ قلت لها شو البحث اللي راح تبحثوه؟ كيف بيشتغلوا؟ بيشتغلوا كيس ستاديز، بيعطوهم ورقة يدرسوها ويأتوا في الصف ليناقشوها، مش للأستاذ يدرس يعطيهم فيها درس. كان الموضوع كيف تحسب المايلج على الطيارة كمحاسبة، والبوينتس في الأوتيلات لما بتنزل بفندق بيعطوك بوينتس، بالطيارة بيحسبوا لك مايلز إلى آخره، كيف تعالجها محاسبيا. وأنا خلفيتي السابقة محاسب، محاسب قانوني، وصغت معايير المحاسبة الدولية. فقلت له والله انترستينج، بدي أحضر. حضرت الصف 50 دقيقة، إذا تكلم الأستاذ فيهم 5 دقائق بكون مبالغ. كان دوره مثل شرط السير، يسأل له أي شو 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 وصلت في الورقة، يقول له أي، يقول له محمد موافق معه، يقول له محمد لا أنا مش موافق، أنا رأيي كذا، شو رأيك يا أمال؟ والله مش عارفة، ما عندي رأي لأنه لسه محتارة. بيان شو بتقولي؟ كل واحد يسأله بالدور إلى أن يصل إلى المعلومة الحقيقية. وعندما يقول الطالب أي شيء يقتنع به الأستاذ يسجله بنهاية الصف، اللي حلوا الموضوع الطلبة مش الأستاذ. والحمد لله يعني أنا اللي كنت قلت لها يا لبنتي بالليل حتى ما أنفضح طلع بالضبط مصح، ولذلك بعد الصف بتقول لي بابا أنت نجحت، قلت لها لا أستاذك اللي نجح مش أنا اللي نجحت، لأنه لو غلط هو أنا بدي أصلحه. فالنتيجة اللي بدي أقولها أن التعلم هو الأسلوب، ويجب أن يكون دور الأستاذ
كيف يتيح للطلبة أن يتعلموا بس. وفي المستقبل لن يكون هنالك أساتذة تدرس، سيكون في هناك تك أدفايزرز فقط، شغلته يقول لك إذا بدك تدور على المعلومة وين بتلاقيها وكيف تبحث عنها وكيف تطورها، مش يعطيك معلومة. هذا هو المستقبل للتعليم. شكرا جزيلا، وأنا سعيد بهذا اللقاء، سعيد بأن أكون بهذه الجامعة العظيمة. احنا يعني مرة أخرى باسمي شخصيا وباسمك وباسم الجامعة قدم بالشكر لسعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة. مثل ما أنا حكيت هو غني عن التعريف، يعني هو وجوده هون لتكتمل الصورة يعني، وساعدنا بما تقدم به والرؤية اللي عرضها. متأمل إنه إن شاء الله تكون هذه بداية، يعني زي ما أنا حكيت مع سعادته قبل ما نيجي لهون، الجامعة تتطلع يعني للتشبيك مع القطاع الصناعي، للتشبيك مع القطاع الخاص، للانطلاق من القوقعة والحوصلة اللي معظم جامعاتنا مع الأسف زي ما تفضلوا قدم عبارة عن مدارس، لكن امتداد للمدارس. فاحنا إن شاء الله نتطلع لهذا التغيير. ومثل ما حكيت أنا يعني أنا لما بنذكر مع حفظ الألقاب طلال أبو غزالة، يعني أيقونة العصامية، أيقونة صناعة النفس، أيقونة الانوفيشن والانتربرينورشيب. فإحنا سعداء جدا بحضوره هون، وبشكره مرة تانية باسمك، والله يعطيك العافية. أكرمتني.